مفاجأة كبيرة من ببجي موبايل، السلاح تطوير القادم داخل رويال باس القادم يكون شوتجن دي بي اس، وهذا بدل في ار بي 100. هذا تسريبات مضمون 100%. تعاقد القادم مع باجاني، ما ادري هذا اسم سيارة اول مرة اسمها في حياتي، يكون هذا 7 سيارات. يا حبايبي كلمني في التعليقات اي سيارة احببتم في هذا مقطع، ويكون هذا سيارات 4 وباقي 3 مختفي لسه، و7 سيارات راح يكونوا، و7 كلمسج راح يكون هذا 7 كلمسج. جوائز التقييم القادم راح يكون سلاح اس كيس، وهذا كمامة، وهذا النظارة، وهذا بيراشوت، وهذا كاب يعني طاغية، وهذا لبسة رجالي. وراح يكون المركبة جديد في التحديث القادم، راح يكون مود الثلج، راح يكون هذه مركبة حيوان الزينة الرينة معلش الرينة، راح يكون هذه مركبة راح يكون 2 كرسي او 4 كرسي، وهذا سلاح جديد القادم.